أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما فائدة التكرار في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقرير النعم، كل نعمة يقول الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من باب التقرير، تقرير هذه النعم وأن لا أحد ينكرها. وما دام لا أحد ينكرها فلماذا يعبد غير الله جل وعلا؟ نعم.